الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليك من جميع ظلمي وجوري وإسرافي على نفسي وأتوب إليك يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان باز بی خورشید مانده آسمان جمعه ها باز بی خورشید مانده آسمان جمعه ها بر لب آمد از فراقت باز جان جمعه ها متا ترانا و نراک بر لب آمد از فراقت باز جان جمعه ها باز بی تو میرسند از راه و بی تو میروند ظاهرن پایان ندارد داستان جمعه ها ظاهرن پایان ندارد داستان منتظر با بال ندبه جمعه را تیمی کند جا نمانیم ای خدا از کاروان این قرار ماست چه قراری بهتر از این قرار صبح جمعه این آمدن این ندبه خواندن این یبن الحسن گفتن یه معنا داره یعنی آقا اون جمعه ای که میای منم باشم منم کنارت نفس بزنم یه معنا داره این عشق شما یعنی آقا جان نکنه منو جا بذاری از کاروانت مکنه که اسم منو قلم بگیری آقا جان این عشق ها این یا صاحب از زمان گفتنام یعنی آقا چشمام لایق بشه تو رو ببینم تو حرم حضرت عبدالعظیم ایام عید و ایام ولادتش آقا جان یه نگاه ویژه به ما بینداز یه جوری بگیم یبن الحسن پرده کنار بره به 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 این چشمهای پر از عشق لیاقت پیدا کنه آقا رو ببینه آقای من مولای من یا صاحب الزمان جانم یا صاحب حرم
سید الکریم، دست گدایی تو بلند کن، هر کی کار داره با آقا. با همین حال دعا رو شروع کنم. یا صاحب الزمان، یا صاحب، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعضنا أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا ووزيرا وبعض أولد من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ
الأرض من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقه ثم نصرته بالروب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون فذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرباب
وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أماما من كنت مولا فعلي جانم همه بگن من كنت مولا پیغمبر دستان مبارکش رو بلند کرد اللهم وال من والام و عاد من عادا برا همه تون دعا کرد برا هر کی دوستی علی به دل داره و علی علی میگه من سر من نصرم و خدل من خذلم و قال من کنت انا نبیه فعلی امیرم و قال انا و علی من شجرت واحدم و سائر الناس من شجر شتام و احله محل هارون من موسى فقال له انت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين إنا هم مختص أمير المؤمنين برا أهدي جز علي پیغمبر این کارو نکرد دست زهرا رو تو دست علی گذاش و احل له من مسجده ما حلل حلال کرد بر علی آنچه بر پیغمبر حلال بود و سد الابواب الا باب همه درها رو رو به مسجد بس فقط در خانه علی باز بود ثم اودعه علمه و حکمته اسرار علم و حکمتش رو به علی داد فقال انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد المدینة و الحکمه فلیأتها من بابها ثم قال انت اخی تو برادر منی جز به علی به احدی نگفت برادر و وصی و وارسی تو وصی و وارس منی به همه گفت همه عالم بدونن علی برادر پیغمبره وارس پیغمبره از این بالاتر یا علی لحمک من لحمی و دمک من دمی
و سلم که سلمی و حرب که حربیم بل ایمان و مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی. خون تو خون من و گوشت تو گوشت منه، دوست تو دوست من و دشمن تو دشمن من. یا حلیم و انت غدن علی الحوض خلیفتی. به به به، اونایی که علی دوستن خیلی دل بدن، محبت علی چه میکنه با این دلها. و انت تقضی دینی و تنجز عداتی، کنار حوض کوثر فردای قیامت تو جانشین منی. یا علیم و شیعتو که علی منابر من نور، مبیضتن وجوههم حولی فی الجنه و هم جیرانی. فردای محشر یه عده دور منن، همسایه منن، چهره ها مثل ماه شب چارده میدرخشه. میگن اینا کیان دور پیغمبرن؟ ندا میرسه اینا شیعیان علی ابن ابی طالبن. ولولا انت یا علی، جانم جانم، اول صبح صدا تو برسون نجف ایوون طلای امیر المومنین. ولولا انت یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، تو حرم حضرت عبدالعظیم صدا تو بلند میکنی و رها میکنی. یا علی ولولا انت یا علی، اگه تو نبودی یا علی، لم یعرف المؤمنون بعدی، اگه تو نبودی بعد من مؤمنی شناخته نمی شد. به به به، یعنی یا علی محبت تو ملاک ایمانه. اهل ایمان کسانی هن که یا علی میگن، عشق علی به دل دارن. ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی و کان بعدهم هدم من الظلال و نورم من العمام و حبل الله المتین و صراطه المستقیم. حبل الله المتین توییم، راه مستقیم به خدا توییم. لا یسبق به قرابت فی رحم ولا به سابقت فی دین، کسی از تو سبقت نگرفته در دینداری و در اسلام، کسی از تو سبقت نداره در نزدیک بودن به پیغمبر. یا علی هیچکی از تو به پیغمبر نزدیکتر نبود. ولا یلحق فی منقبت من مناقبه یحذو حذو الرسول صلی الله علیه ما و آله ما و یقاتل علی التأویل ولا تأخذه فی الله لومة لائم قد وتر فیه صنادید العرب و قتل ابطالهم و ناوش ذعبانهم فأودع قلوبهم احقادا بدریتا و خیبریتا و حنینیا و غیرهون فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارغين ولما قضى نحبا وقتله أشقى الآخرين يتبع
عشق الأولین لم يمتثل امر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحم این همه پیغمبر سفارش کرد زبل قربا زبل قربا این همه پیغمبر فرمود علی فاطمه حسن حسین بعد پیغمبر همه متفق شدن قطع رحم کردن از اولاد رسول الله و اقصاء ولدم الا القلیل ممن وفا لرعایت الحق فیهم چه کردن با بچه های فاطمه فقتل من قتل و سبیم جانم همه بگن فقتل و سبیم و اغسی من اغسی و جر القضاء لهم بما یرجا له حسن المثوبة اذ كانت الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين تغين وسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعجل هلا هم باهم أين الحسن أين حسن و جانم همه 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 این الحسن و این ابناء الحسین صالح بعد صالح و صادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من الهترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلم
أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاسم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاسد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والهوى؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمردة؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين مؤز الأولياء ومذل؟ أين مؤز ومذل؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم مقتول؟ این حرم بوی کربلا میده، زائر این حرم رتبش رتبه زائر کربلاست. ای به شهر ری مزارت، حالا که میلاد این سید الکریمه یه چند دقیقه، ای به شهر ری مزارت رشک جنات و نعیم، آیت عظمای حق نجل الحسن عبدالعظیم، آفتاب فاطمه چشم و چراغ اهل بیت، منشأ فضل و کرامت، صاحب لطف امین. کجایی میزبان من و تو؟ کیه سر سفره کی هستیم؟ هم شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف، هم کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، قبله دل کعبه اهل ولا. گر زند بیت الحرامت بوسه بر خاک حریم. حالا که رسیدی تو دعای ندبه به این فراز، عین طالب و به دم المقتول، من هنوز روزه نخوندم، چشماتون خیس اشکم. آقا یا حضرت عبدالعظیم یا سید الکریم، زائر قبر تو
یعنی زائر قبر حسین، خادم کوی تو یعنی خادم هجر و حتیم، خادم کوی تو یعنی خادم هجر و نی عجب، این مال شما هاست، نی عجب گر سائل درگاهت از احسان کند دامن طفل یتیمی را پر از در یتیم، طلعت نورانیت مرآت الله الصمد، طاقت طلعت نورانیت مرآت الله الصمد، طاق ابروی تو بسم الله الرحمن الرحیم، شاهراه زائرت انا هدیناه السبیل، چلچراغ تربتت شمع صراط مستقیم. خیلی این دو بیتو دل بده، همه حرفم تو همین دو بیته، این که من امروز میگردم به دور تربتت، مرغ جانم زائر کوی تو بوده از قدیم، هر که در این سرزمین، به به نوش جانتون که صبح جمعه اومدید، هر که در این سرزمین بر خاک تو صورت گذاشت در ثواب زائران کربلا گردد سهیم. ای کربلا، ای کربلا، اگه امام زمان کنار کعبه نمی گفت منم میگذشتم اسم کربلا، بیاد محال چشمت خیس عشق نشه. خودش فرمود انا قتیل العبرم، خودش فرمود لا یذکرنی مؤمن الا بکام، ایام عیده اذیتتون نکنم، اما رمز ظهور، رمز قیام امام زمان، جمعه ظهور، جمعه که دلا میره کربلا، کنار کعبه نمیگه من پسر پیغمبرم، نمیفرماید من فرزند فاطمم، نمیفرماید من فرزند امیر یه راست میبره دلا رو یه جایی که تکون بخوره. همون روز اول یک دفعه حضرت میفرماید ان جدی الحسین، یعنی همه عالم منو با حسین بشناسن، همه میگن کدوم حسین، بلا فاصله میفرماید الذی قتلوه بکربلا اتشانا، من پسر اون حسینیم که مهریه مادرش آب بود، اما بین دو نهر آب هی صدا زد لشگر جیگرم داره میسوزه، نه به خودش آب دادن، نه به یاراش آب دادن، نه به طفل شیر خارش آب دادن، جانم جانم، این الطالب و به دم المقتول به کربلا، این المنصور و علا من اعتدا علیه وفدران، این المضطر الذی یجاب اذا دعا،
بين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والحمام يا ابن السادة المغربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهدين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن القمى يا ابن الأطائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماغمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابقات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوام بل أي أرض تغلك أو الثرام أبرضها أو غيرها أم ذي طوام عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا بنفسي أنت من عقيد عز الله يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضام
بنفسي أن من نصيف شرف لا يصاب. إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى. عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطيل معه العبيل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضية عين فساعدتها عيني على القضاء؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ متى نغاديك ونراوحك فنغر عينا؟ متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترا؟ تو که ما رو میبینیم، کی میشه ما هم تو رو زیارت کنیم؟ کی میشه دور تو بگردیم؟ و انت تأم الملا و قد ملأت الارض عدلا و اذقت اعدائك هوانا و عقابا و ابرت العتات و جهدت الحق و قطعت دابر المتكبرين و اجتثثت اصول الظالمين و نحن نقول الحمد لله رب. شالا میاد جمعه ای که همه بگیم الحمدلله آقامونم اومد، الحمدلله صاحبمون اومد، الحمدلله ما نگاش کردیم زیارتش کردیم، الحمدلله. اللهم انت کشاف الکرب والبلوا. آخر ندبه است دیگه، الان محل اجابت دعاست. و الیک استعدی فعن عندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغث يا غياث مستغيثين، فأغث. هر کی کار داره این دست خالی تو بلند کن، از سر بیار بالاتر. فأغث مریضان، اونایی که ملتمس دعان. عبید کل مبتلا و ارهی سیده یا شدید القواب و ازل عنه به الاسا والجواب و برد غلیله یا من على العرش استواب و من الیه الرجعا والمنتهاب. اللهم و نحن عبيدك التائقون الى وليك المذكر بك و بنبيك. خلقته لنا عصمة و ملاذا و اقمته لنا قواما و معاذا و جعلته للمؤمنين منا اماما، فبلغهم منا تحية و سلاما و زدنا بذلك يا رب
بإكرام واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى تردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحذ به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينهم وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفهم واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم بأعنا على تأدية حقوقه إلي والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم وأقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائقا لاظم أبدا يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم چند دقیقه دعاتم